السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم بأول فيديو من سلسلة الـ IP فيرجن 6. صراحة اكتشفت إنه الواحد لما يبدأ بشغلة ويحس إنها مش مخلصة أو مش منتهية بيحاول يعني يبذل قصارى جهده علشان يعني يطورها، علشان يزيد يعني إنتاجه فيها. وهاي طبعا في ناس لا بتفرج على الموضوع من ناحية سلبية، لكن احنا بنتفرج عليه من ناحية إيجابية. بدي أحاول يعني أحط فيديوهات كلها خاصة بالآي بي فيرجن 6. الآي بي فيرجن 4 يعني بذكرك بإيش؟ بذكرك بالسيارة القديمة اللي أول شي بتحمل كثير، قوية على الأرض، مثلا خلص بينك وبينها 10 عمر، بتعرفها منيح، آمنة كذا. لكن الـ IP فيرجن 6 فعلا انه عالم آخر، لكن انا بأكد لك انه مش فرق كثير. الفرق بس بطريقة التفكير والتعامل مع الـ IP فيرجن 6. ايام الـ IP فيرجن 4 اصلا كان في غير الـ IP، كان في للماك كان في بروتوكول، وكان في مثلا اللي هي يعني كان في اكثر من نوع للاي بي في القديم، يعني او بدنا نحكي مش في القديم، في بداية التكنولوجيا زي افايا اللي هي بي بي، يعني الاشياء هاي بي بي، بداية البي بي اكس والاشياء هاي. فاول شيء خلينا نلقي نظرة فاحصة على الاي بي فيرجن 6. طب نبدا سلايد شو. اول اشي نبدا بالكونسبت. اي بي فيرجن 6 العام يكون هو 128 بت لونج، بينما 32 بت كان الاي بي فيرجن 4. طبعا هيك بيكون عندك 2 للقوة 92 مرة اكثر من الاي بي فيرجن 4. طبعا 2 قوة 96 يا رقم منيح راح تحبه. اي بي فيرجن 6 ادريسز راح يكون احنا تعودنا انه عذرا تعودنا انه التمثيل تبع الاي بي فيرجن 4 بالديسيمال من 1 ل 255، 256 بيبدأ رينج جديدة إلى آخره. لكن احنا الآن بنتعامل مع الهكساديسيمال. الهكساديسيمال عبارة عن عندك الرقم 0 وعندك الرقم 15، أو اللي هو تمثيلهم من 0 ل F. حفظ الأرقام شيء رائع، أكيد راح يساعدك، أكيد إشي أنا بنصح فيه، راح نحكي فيه وراح تشوف كيف تفكر فيه كمان. يعني ما فيش إشي اسمه 10، راح يكون على طول A 11 بي سي دي اي اف 15. طبعا عندك مالتيبل اي بي فيرجن 6 تقدر تحطهم على نفس الانترفيس. طبعا هاي شو مثلا مزاياها؟ هاي كانت شغلة تعذب السيستم ادمنستريتورز لما بدهم يحطوا يعني موقع بيعمل سيرفينج للويب بشكل مش طبيعي، بده يقدم خدمات ويب. فتخيل انه اي بي ادرس واحد اللي هو مثلا بده يخدم عدد هائل من المستخدمين، لكن حلوها انه بتقدر تحط 2 اي بي فيرجن 6. وكمان شغلة ثانية اللي هي سيكيوريتي الى اخره، يعني في كثير مزايا، لكن انه بتقدر تحدد 2 انترفيسز. اي بي فيرجن 6 يونيك دائما، بتقدر تعمل له اوتو كونفيجريشن. الاوتو كونفيجريشن خلاص ما فيش اشي اسمه دي اتش سي بي، هي تقريبا زي دي اتش سي بي بس ما فيش داعي، يعني ما فيش اشي اي بي فيرجن 6 اسمه دي اتش سي بي اي بي فيرجن 6. لكن راح نحكي عن الموضوع، راح نحكي عن الموضوع. اي بي فيرجن 6 في اشي اسمه بيلد ان نيبر ديسكفري. فانت بتبعث اول شيء انه في حدا مثلا هون، مثلا في دوبليكيت ادرس ديتكشن اللي هو داد،
عملية النيبر سوليسيتيشن، وفي في كذا عملية بتمر على الراوتر أو على يعني لما تعمل انترفيس اب وتصير تبحث عن زملائك بالسبنت. ايش كمان؟ طيب بس هون الادرس ابريفيشن رول، في شيء غير بس تو رولز. اول شيء اذا كانت عندك مجموعه من الزيرو جايات ورا بعض فانت كلهم تقدر تستعيض عنهم تو سيمي كولون، بعدين بتكمل الاي بي ادرس تبعتك. طبعا هذا لازم تستخدمه مره واحده، والسبب انه اذا استخدمته اكثر من مره يعني مره مر المره الثانيه راح ما راح الراوتر فعلا او الهوست بغض النظر سواء كان راوتر او سويتش او حتى يعني سيرفر او بي سي مش راح يفهم بالضبط كم عدد الزيروز الموجودات عندك بالاي بي. بينما اذا كانت عندك ليدنج زيروز يعني بدايه ال بدايه الفيلد يعني تبعتك، يعني مثلا هون عندك 2000 بعدين كولون 0000 بعدين 1، فهذول كلهم 30 بتقدر تشيلهم بس تحط 1 او الباقي. هون انتو شايفين زيروز ورا بعض، حطينا 2 ورا بعض 2 سيمي كولونز بعدين حطينا 1 بتعطيك نفس النتيجة. واخر اشي انواع الاي بي فيرجن 6 ادريسز، في عندك يونيكاست. يونيكاست احنا بنعرف لما انت بالاي بي فيرجن 4 نفس الشيء ما تغيرش اليونيكاست، انه انا بدي اوصل لمثلا مثلا شو اشي معروف مثلا جوجل دي ان اس سيرفرز اللي 8888، فانت لما تبعث انه مثلا 8888 او تعمل بينج مثلا 8888 فانت بتعمل عملية يونيكاست، يعني انت بتبعث رسالة لهذا الاي بي ادرس بالذات. ونفس الشيء بالاي بي فيرجن 6 المالتي كاست، المالتي كاست 1 تو ماني، يعني واحد ببعث رسالة لمجموعة وبنفس الوقت او مجموعة تبعث رسالة لمجموعة من الاي بي. اني كاست هنا لاني كاست موضوع ثاني، لكن هو الادفان يعني واحد من الادفانتجز للاي بي فيرجن 6 هو شبيه باليونيكاست لكن راح نحكي عنه. لينك لوكال، لينك لوكال ايش بيشبه بالاي بي فيرجن 4؟ تخيل انه في عندك اي بي ادرس بس داخل السبنت، يعني هسه الماك ادرس وين بهمك؟ داخل السبنت. فنفس الشيء في عندك اشي اسمه لينك لوكال وسوليسيتد نود مالتي كاست. طبعا المالتي كاست هون سوليسيتد نود هو خلينا نحكي هو مالتي كاست لكن داخل كمان السبنت، يعني مش مالتي كاست عادي لا داخل السبنت. يعني مثلا جروب اوف راوترز، جروب اوف هوستس، جروب لمثلا سوليسيتد نود للاو اس بي اف. مثلا الراوترز كلياتهم مشتركين بعمليه الاو اس بي اف بيكون لهم سوليسيتد نود. الراوترز المشتركين بال اي اي جي ار بي كمان بصير لهم سوليسيتد نود. واخر شيء مثلا هون عندك ويل نون مالتي كا، هاي هي السوليسيتد نود. يعني مثلا عذرا اول هوست هم موجودين على اف اف 02 2 سيمي كولون 1، بعدين مثلا all routers بيكونوا على 2 و SPF routers على 5 و SPF designated router على 6 EIGRP routers A اللي هو 10. احنا نتذكر انه ال EIGRP EIGRP routers بيستخدموا ال IP version 4
224 0 0 10. فهون العشرة بما انه هيكس ديسيمال صارت ايه. البيم راوترز بروتوكول اندبندنت مالتي كاست اللي هو اختصارها راوترز، هي بتستخدم دي. لو رجعنا على اي بي فيرجن 4 فهي عبارة عن 224.0.0.13. وهيك نكون خلصنا اول فيديو تعريفي بالاي بي فيرجن 6. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.